مقابلة كما تابع الجميع، مقابلة كانت قوية. كنشكر وكنتمنى أن الفرق كاملين يلعبوا بالطريقة اللي لعبت بها نهضة الزمامرة. أنا كنحييهم صراحة بكل صدق، كنحييهم لأنهم لعبوا بتنافس شريف ولعبوا بروح قتالية عالية، رغم اللي شاف المقابلة يقول هذا الفريق راه كيلعب من أجل الصعود، وعطاو درس لكرة القدم الوطنية وعطاوها واحد القيمة كبيرة. بطبيعة الحال المقابلة كما قلت كانت مقابلة قوية، مقابلة صعيبة، احنا كنا عايشين واحد الضغط نفسي. كنشكر اللاعبين اللي دخلوا أول مقابلة وقدموا مقابلة في المستوى، رغم أن عندنا عدة غيابات وازنة في الفريق، تقريبا واحد 6 ولا 7 ديال اللاعبين اللي هما متميزين. فبطبيعه الحال كنشكر هاد اللاعبين اللي قدموا مقابله، كنشكر الجمهور فريق اتحاد الزموري خميسات اللي صراحه هذه عده اسابيع هو كيشجع الفريق، كنشكره ورا انه عطانا اضافه. هاد الجمهور عطانا اضافه كبيره ورا شافوا الاضافه من عطاو لنا في هاد لي تروا ولا كاتر ماتش اللي ديرني كانوا اللاعبين في المستوى. كنهدي هاد الفوز للجماهير والفريق اتحاد الزموري خميسات، اللاعبين وبالاخص اللاعب اشرف قصباوي اللي مر من واحد المرحله صعيبه وجرى هاد الاسبوع هذا جرى واحد عمليه جراحيه على مستوى الركبه. كنتمنى ليه الشفاء العاجل، وهنيئا الفريق اتحاد الزموري بهذا الفريق الشاب اللي هو صاعد ان شاء الله.